عندي كيلو وحده بالولاده. اي انا هذا عمري كله ما ادري من رحت اتبرع لبنتي الدكتور قال لي انت ما تسمع تتبرع لبنتك لان انت عندك كيلو وحده بالولاده. بينما يؤدي واجبه الوطني على الحدود تبقى ابنته وحيدة دون أي معيل طيلة فترة التحاقه. احنا صورنا خارج البيت. صحيح. بلي. شو السبب؟ السبب استاذ أنا بيتي صغير وعندي بنية عمرها 18 سنة زرعة كلي. فنخاف عليها من النفس يعني ما أريد. أصلاً ما يصير واحد يدخل. ما يصير واحد يدخل عليها. هسه أنا عندي بس شخص واحد يدخل عليها. لأن هي زرعة كلي وأنا منتسب بوزارة الداخلية على حرس الحدود. زين مكاني شويه بعيد يعني تعرف 8 ساعات 9 ساعات يلا اوصل. واريد اناشد الوزير تحتاج رعايه هي عندها مال معين بس طبعا رعايه مريضه لازم انا اعتني بيها انا ابوها انا المعين لها. زين انا عندي فتره غيابك وين شو تسوي؟ فتره غيابي اضل وحدها اضل وحدها ويم امها مريضه وانا ابوها مريض. أنا هم عندي كيلو وحدة بالولادة وعندي سكر وعندي ضغط وطريقنا 8 ساعات 9 ساعات يلا نوصل للمعسكر ويظل بالي كله يمها وهي بالبيت زرع كلي. أي عارض صحي يطرأ على ابنته التي خضعت لعملية زرع الكلى يواجه بيأس شديد كونه بعيد عنها. فترة غيابك من يرعاها؟ شلون تطمن عليهم؟ والله فترة غيابي قلت لك هي أمها وياها هي داري عندي اثنين بعد جهال غيرهم. زين وطلاب مال المدرسة. زين تعتني بيها بس الأم هم مريضة يعني هي هم مريضة زوجتي. زين يعني ما تقدر هي واحدة تعين هالبنية. زين كل أنا يعني سأنا من أنزل مجاز أروح أوديها دكتور أوديها طبيب تعرف اللي زارع كده لازم يروح يراجع طبيب. فرضا احتاجت يعني مثلا طبيب حالة مستعجلة حالة عرضية صارت عندها هي تبقى بالبيت تانيني لما ما أجي. لا اي والله لما ما أجي من الدوام أنا أروح أوديها الطبيب وأوديها الدكتور لأن هي متعلقة بيها كلش. يأمل أن يجد حل سريع من قبل الجهة الأمنية التي ينتمي إليها ليعيل ابنته المريضة. والله مطالب الوزير الداخلية أريده يباوع علينا يعني بس أريده ينقلنا من الحدود. حدود شوية بعيدة خلي وين ما كان يدبني بس كون بكان قريب على أهلي. دوام يومي يعني يصير؟ مو شكال دوام يومي بين يوم ويوم بس المهم أنا قريب على بنتي. تعرف أنا بنتي هاي مريضة فتحتاج معين إلها يداريها ويراعيها. من بغداد مصطفى لطيف قناة الرشيد الفضائية.